بأطيب التحايا أحييكم أحبتي طلبة الصف الرابع العلمي، وأرحب بكم في درس جديد من دروس الكيمياء، والذي سيكون حول حسابات المعادلة الكيميائية وتحديدا حول حساب حجوم الغازات. درسنا المعادلة الكيميائية ودرسنا أهميتها ومعرفة كيفية إجراء الحسابات الخاصة بها، وتعلمنا من خلال حسابات المعادلة الكيميائية أننا نستطيع إيجادها من خلال نسبة المولات أو الكتل أو الحجوم أو الجزيئات، وهذا طبعا كله من خلال معرفة كيفية كتابة المعادلة وموازنتها. والموازنة هنا مهمة جدا لإجراء عملية الحسابات، وأنت تعلم جيدا عزيز الطالب أن المادة لا تفنى ولا تخلق، لذلك تخضع إلى عملية الموازنة. عدد ذرات كل عنصر على يسار السهم يجب أن يساوي عدد ذرات ذلك العنصر على يمين السهم، لذلك إجراء الموازنة واحدة من أهم الأمور اللي تؤدي إلى حسابات المعادلة بشكل صحيح. وإحنا تعلمنا في درس من الدروس كيفية إجراء هذه الموازنة وتطبيقاتها. أيضا إحنا نعرف أن حسابات المعادلة الكيميائية يمكن إجراءها بأكثر من طريقة، ودرسنا طرق متعددة في إجراء عملية إيجاد الحسابات الخاصة بها، ووصلنا إلى موضوع إيجاد الحجوم، حجوم الغازات. وإحنا طبعا هذا الدرس تعلمنا أنه بإمكاننا أي معلومة تعطى حولها إلى مول، أعطاني كتلة حولها إلى مول، شلون؟ من خلال عدد المولات يساوي الكتلة للكتلة المولية. إذا أعطاني حجم أحوله إلى مول، طبعا هنا الحجم إذا مقاس في ظروف قياسية استخدم القانون N يساوي V على 22.4 at STP. أما إذا كان مقاس في ظروف عادية normal conditions، أنا أستخدم PV يساوي NRT، حيث N يساوي PV إلى RT. هذا حسب الظروف المعطاة. إذا شكو معلومة ينطينيها أنا أحولها إلى مول بواسطة الثلاث طرق اللي ذكرنا. الخطوة الأخرى، شي يريد من عندي معلومة أجدها أولا بالمول. هسه شي يريد كتلة حجم، شي يريد خلي يريد إش أجد؟ أجدها أولا بالمول. شلون أجدها أولا بالمول؟ أنا أستفيد من الخطوة الأولى، حولت شكو معلومة أنطانيها إلى مول، أستفيد منها، أجري حساباتي بنسب مولية، أجد مجهول السؤال بمن؟ بالمول. إذا الخطوة الثانية ما هي إلا تطبيق لحسابات النسبة المولية. ومن لقيت المجهول مالتي بالمول، الآن إذا هو راد بالكتلة أحوله إلى كتلة، إذا راد بالحجم أحوله إلى حجم. طبعا حجم في ظروف قياسية يختلف عن حجم في ظروف عادية، وهذا من الأشياء المهمة واللي إحنا فصلناها كشكل خطوات. أقدر أنا أسترسل أكثر، وأقدر أكون يعني أكثر من طريق في الحل، كلها تؤدي إلى نفس الناتج، كلها تؤدي إلى نفس الناتج. وطبعا اليوم احنا أيضا استكمالا لموضوعنا ودرسنا، حنحل عندنا أمثلة وتمارين ونحلها ونكمل عملية الحل. خلينا نشاهد سوية. نعم، مثال 3-10. مثال 3-10، احسب حجم O2 مقاسا في STP الذي يمكن الحصول عليه من تسخين 3.5 مول من KNO3 نترات البوتاسيوم حسب المعادلة الآتية. خلي المعادلة اكتب لكم اياها، 2KNO3
ينطيني 2KN O2 تسخين 2KN O2 زائد O2 هذا هي المعادلة بهذا الشكل. نعم الآن لاحظ معي احسب حجم O2 مقاسا في الظروف القياسية الذي يمكن الحصول عليه من تسخين 3.5 مول من KN O3 حسب المعادلة الآتية. المعلومة الانطانيها انطانيها بالمول، إذن أنا أبقيها بالمول، وأنا قلت لكم شكو معلومة انطانيها حولها إلى مول، هو انطانيها بالمول إذن أبقيها. أجري حساباتي كخطوة ثانية وأجد ما مطلوب في السؤال أيضا بالمول، خلي أجري حساباتي. لاحظ معي هنا أنا يراد حسب O2 منطيني 3.5 كين O3، هنا عندي مولين، هنا عندي مول واحد، هنا منطيني 3.5 مول، هنا عندي N بالنسبة لي O2، إذن N O2 يساوي 3.5 إلى 2 ويساوي 1.75 مول. أوجدت الآن الN بالمول، هو إيش دريده؟ دريده حجم وفي STP أستخدم N يساوي RT، هذا N يساوي أو V يساوي N في 22.4 رأس ويساوي أنا إيش عندي الآن 1.75 في 22.4 ويساوي 39.2 لتر. هذا أوجدته بهذه الكيفية. لاحظ معي أوجدت نسبة مولية وأوجدت مولات غاز O2، ومن مولات غاز O2 حولت إلى حجم باستخدام هذه العلاقة V يساوي N في 22.4. نعم الآن تمرين 3.9 هذا التمرين يتفاعل الفسفور اللي هو البي 4 مع الهيدروجين لتكوين غاز الفوسفين، غاز الفوسفين pH3 حسب المعادلة الآتية. خلي تشوف المعادلة P4 solid زائدا 6H2 غاز ينطيني 4 pH3 غاز. الآن يراد احسب حجم pH3 الناتج من تفاعل O.42 لتر من H2. هذا هو السؤال، هعيد لكم اياه. السؤال نقرأ تمرين 3.9 يتفاعل الفسفور P4، الفسفور يوجد بهيئة جزيئة رباعية مع الهيدروجين لتكوين غاز الفوسفين pH3. هذا الغاز لاحظ معي يتفاعل الفسفور P4 مع الهيدروجين لتكوين غاز الفوسفين pH3 حسب المعادلة الآتية P4 زائد 6H2 غاز يعطيني 4 pH3 غاز. P4 طبعا بهيئة صلبة، طبعا هذا في الـ STP يراد احسب حجم pH3 الناتج من تفاعل 0.42% لتر من H2 في ظروف قياسية، كلها في ظروف قياسية.
شلون الآن أجري حساباتي؟ طبعا يتفاعل الفسفور مع الهيدروجين حسب المعادلة ويراد حساب pH من 0.42 H2، أحول ال H2 إلى مولات في ظروف قياسية، وذلك بقسمتها طبعا المولات أقسم الحجم على الحجم المولي. إذن 22.4 أقول N يساوي V على 22.4، هذه الخطوة الأولى، ويساوي الحجم 0.42 على 22.4. راح أعوض هذا كله، كله هذا 0.42 على 22.4 اللي هو من H2 هذا 6 مولات، وهنا عندي 0.42 على 22.4 وهنا عندي 4 وهنا عندي N للـ pH 3. راح ألقى الـ N للـ pH 3، N للـ pH 3 حيساوي لي 4 في هذا الرقم على 22.4، طبعا هذا إلى 6، يعني هذا 6 وهذا 4. طبعا هنا على 2 بها 2 وهي بها 3، تبقى 2 إلى 3 في هذا الرقم. أوجدت المول، الآن أجد الحجم. شلون ألقى الحجم؟ أنا كلها في ظروف قياسية، أقول V يساوي N في 22.4. أنا طلعت مولات، وهو إيش يريد؟ يريد حجم. الآن ويساوي الـ N 2 إلى 3 في 0.42 على 22.4 في 22.4. الآن الـ 22.4 انحذفت، ويساوي الجواب النهائي 0.28 لتر. هذا هو الجواب النهائي، استخرجناه بهذه السهولة. ولاحظ شلون الحل متسلسل والحل سهل ورائع. ناخذ سؤال مثال، مثال 3.11. هذا المثال، احسب عدد مولات ذرات النحاس التي تنتج من تفاعل أربعة اثنين خمسة صفر مل من H2 تحت STP مع كمية كافية من CuO حسب المعادلة الآتية: CuO solid زائد H2 غاز تسخين Cu زائد H2O. نعم، هذه المعادلة. يراد الآن، لاحظ السؤال، احسب عدد مولات ذرات النحاس التي تنتج من تفاعل 4.250 مل من H2 تحت ظروف قياسية مع كمية كافية من CuO حسب المعادلة الآتية. طبعا هذا حول إلى لتر، أقسم إلى ألف. الآن أربعة، طبعا هذا الـ V المل للـ H2 يساوي 4.250 على ألف، ويساوي هذا راح يروح، راح يصير 4.25 لتر. هسه أجد المولات مالته، N يساوي V على 22.4 ويساوي 4.25 على 22.4. حاول أبقيها،
حتى استفيد منه. الان اجري حساباتي ما بين الاتش 2 اللي هو انطاني اياه وما بين احسب مولات ذرات النحاس والنحاس، هذا مول هذا مول، وهنا عندي 4.25 على 22.4، وهنا عندي ان للسي يو، اذا الان للسي يو يساوي 4.25 على 22.4، هو رايد عدد مولات ذرات النحاس، راسا هذا هو عدد مولات ذرات النحاس ويساوي 0.19 مول. هذا 0.19% مول. لاحظ معي يعني احنا ثلاث خطوات، قلنا الخطوة الأولى أنا شينطيني معلومة أحولها إلى مول، انطاني كتلة أحولها إلى مول، شلون؟ أقسم على الكتلة المولية، انطاني حجم أيضا أحوله، طبعا الحجم إذا في ظروف قياسية أحوله حسب N يساوي V على 22.4، في ظروف عادية N يساوي PV على RT حسب ما انطاني هو في السؤال. خلي أخذ آني سؤال، لاحظ معي الآن احسب عدد مولات الأمونيا الناتجة من تفاعل أربعة جرام من غاز H2 طبعا في ظروف قياسية، ثم احسب حجم النيتروجين المتفاعل مع الهيدروجين. طبعا الكتلة المولية للH يساوي 1 والكتلة المولية للN يساوي 14. الآن أنا أكتب المعادلة N2 زادا 3H2 تنطيني 2NH3، هذه المعادلة. منطيني كتلة مال غاز H2، شو أسوي؟ أحول الكتلة المن أحولها إلى مولات، شلون؟ N يساوي كتلة على كتلة مولية ويساوي 4 إلى الكتلة المولية 2 ويساوي 2 مول. الآن الهيدروجين عند 3، الأمونيا عند 2، مولات الهيدروجين 2، N لل NH3 أنا أريده، طرفين وسطين N لل NH3 يساوي 4 إلى 3 مول، صار عندي مولات الـ NH3، هو يراد احسب عدد المولات، هذا انتهى، خلص المطلوب الأول. المطلوب الثاني يراد احسب حجم النيتروجين المتفاعل مع الهيدروجين، هنا أجد حسابات مولية، هذا 3 هذا 1، هذا N للـ N2 طرفين وسطين، إذن N للـ N2 يساوي 2 إلى 3 ويساوي هذا 2 إلى 3 مول. هو ايش رايد؟ رايد حجم، احول حجم في ظروف قياسيه، اسوي في يساوي ان في 22.4 ويساوي 2 الى 3 في 22.4 ويساوي 44.8 على 3، وهذا يجيني باللتر. لاحظ معي، اذا انطاني كتلة حولت الكتلة إلى مولات باستعمال القانون N يساوي الكتلة إلى الكتلة المولية، وأوجدت المولات بهذه الطريقة. راد حجم غاز النيتروجين المتفاعل
وطبعا من رائد حجم أنا أوجدته أولا بالمول وبعدين حولته إلى حجم. لذلك هذا أيضا سؤال إحنا استعرضنا به اللي ما ذكرناه من خطوات ولاحظتوا كيفية التطبيق. إذا عندي خطوة أولى المعلومة اللي ينطيني إياها أحولها إلى مول، إذا أعطاني كتلة أحولها إلى مول باستخدام الكتلة إلى الكتلة المولية، إذا أعطاني حجم في ظروف قياسية أحولها إلى مول باستخدام الحجم على 22.4، إذا عندي حجم في ظروف عادية استخدم الـ N يساوي PV على RT وأجد المول. بعدين أسوي حساباتي المولية وأجد مطلوب السؤال بالمول، وإذا أراد غير المول أحول إلى كتلة باستعمال نفس العلاقة الـ N يساوي الكتلة إلى الكتلة المولية، أو أقول الكتلة تساوي الـ N في الكتلة المولية، أو أستخدم العلاقة إذا أراد حجم في ظروف قياسية أو حجم في ظروف عادية حسب القوانين اللي أنا أرتئيها واللي أنا أستخدمها. لذلك شوف شون قدرنا نستحصل على معلوماتنا وما أردناه من خلال حساباتنا وبالطرق مبسطة وسهلة الحل. وإحنا طبعا أيضا استعرضنا تمرين 3.9 وأوجدنا الغاز الفوسفين الـ PH3 طبعا اللي يتفاعل مع الفسفور حسب هذه المعادلة. أوجدنا طبعا أول شيء حولنا الحجم إلى مول وأجرينا حساباتنا بالمول وطلعنا مولات الفوسفين، وبعدين من عرفنا مولات الفوسفين أوجدنا حجمه باستخدام هذه العلاقة وطلع الحجم 28% لتر. وأيضا عندنا مثال 11.3 حسبنا عدد مولات ذرات النحاس اللي تنتج من تفاعل هذه الكمية من الهيدروجين، ولكن هذه الكمية أعطيت بالمليلتر، حولناها إلى لتر بقسمتها على ألف وأوجدنا المولات، ومن خلال المولات أوجدنا مولات السيو، ومن استخرجنا مولات السيو كان هو هذا مطلوب السؤال، هو أصلا السؤال رايد مولات. فبعد انتهت يعني تعتبر هذه الخطوة النهائية في الحل، لأن هو يعني حل بالنسبة لهذا السؤال بهذه الطريقة المبسطة. أنا متعود في نهاية كل درس أتمنى لكم أمنية مهمة، أنه تحققون طموحاتكم أحلامكم، أنتم شنو اللي رايديه يتحقق، لكن بشرط المثابرة والجهد والثقة بالنفس والاستماع إلى نصائح المدرس وإلى نصائح الأهل، والإيمان بقدراتك هو أقصر طريق لتحقيق أمنياتك. الإيمان بقدراتك هو أقصر طريق لتحقيق أمنياتك. وأنا متأكد أن النجاح سيكون حليفكم، وأن التوفيق سيكون ملازما لكم طالما أنتم قادرون على صنع المستقبل. أشكركم لحسن الإصغاء والمتابعة، وأشكر الكادر المرافق لي من مصورين وفنيين ومخرج، وأشكر المشرف العلمي الأستاذ جعفر البياتي. تحياتي لكم وألقاكم في دروس أخرى. إلى اللقاء.